انا هون ماخذ، انا ماخذ الكل 20 فماخذ هذه 15. خلينا نشيل هذا الرقم، بعدين ماخذ 5. طبعا هون عندي 15 بدروم، اذا التوتال 20 روم. وبعدين عندي عدد السوب 6 4 سوبس في الباثروم وتنتين في البدرومز. ماشي واضح؟ اذا يعني بنقول احنا عندي 5 حمامات، 4 من الحمامات هذول فيهم صابونه، اذا ايش احتمال يكون عندي صابونه اذا انا كنت في الحمام؟ 0.8. اذا probability of soap given bathroom تساوي 0.8. اوكي؟ وبعدين probability ايش احنا بدنا؟ احنا محتاجين بس هذه مش هيك؟ محتاجين احنا بدنا نسبة السوب. مظبوط؟ قديش نسبة السوب؟ التوتال عندي 4 و2 6، 6 على 20 فبتصير عندي probability of soap بتساوي 6 على 20 مش هيك؟ اللي هي 0.3. مظبوط؟ وشو كانت عندي؟ وهذه عندي هلا probability of هي تغيرت لأن أنا غيرت الأرقام عدد الغرف ال 20. probability of bathroom 5 على 20 اللي هي ربع. مظبوط؟ إذا probability مظبوط؟ هلا نعوض الارقام. بدنا نقول كانت عندي البروبابيلتي انه انا في باثروم 0.25. لما لقيت صابونه من هون، لما صار عندي صابونه صارت عندي البروبابيلتي اوف بي جيفن اي، هيها بي اللي هو الايفيدنس، جيفن اي الهايبوثيسيس 0.8. اذا راح احط هون هاي بتساوي 0.25 0.8 على 0.3. 0.25 في 0.8 على 0.3 راح تكبر مش هيك؟ راح تكبر ولا راح تصغر؟ ال 0.25 ايش راح يصير فيها؟ راح تزيد مش هيك؟ لان عم بدون في رقم اكبر من واحد. قديش الرقم هذا 0.8 على 0.3؟ تقريبا راح يطلع 2 وثلثين. مظبوط؟ فبصير عندي 0.25 في 8 على 3 ربع في 8 قديش؟ ربع 8 2 بصير هاي 2. اذا قديش صارت احتمال بعد ما انا لاحظت وجود الصابونه؟ لاحظوا هاي مش واحد. مين اللي خرب علي؟ خرب علي الباثروم اللي فيش فيه سوب، وخرب علي التو بيدرومز اللي فيهم سوب. مش ممكن اكون فيهم؟ رغم انه عددهم قليل بس ممكن اكون فيهم. بس تحسنت عندي الفرص من هون، تحسنت انه الفرص انه فعلا احنا في الباثروم ارتفعت من 0.25 ل 0.66.